هدف واحد على أرضية ميدانه، الهدفين كلاهما من تسجيل نبيل يعلاوي. أهلي البرج طارق يقدم يعني أهلي البرج بداية قوية. بداية قوية، استقدامات كانت في محلها السنة هذه، طموحات المناصرين وسطي إلى آخر دقيقة من المقابلة، محاولات بالجملة من كلا الطرفين، والكفة ترجح للزوار في الدقيقة 84 عن طريق اللاعب علاوي. أخطاء كثيرة من جانب العناصر المحلية التي استغلها وصعوبة مأمورية اللاعبين. من هناك مصطفى جانيت أمام مدافعين، هي الكرة، تسديدة، والهدف الأول لصالح وداد تلمسان. اللاعب يلوي يمضي الإصابة الأولى بدون مقدمات في الدقيقة، لا يحفزها لا شوشي ولا حارس آخر استدعى هدف التسجيل، في حين كانت الجزاء ينفذها بنجاح يعلوي فاتحا باب التسجيل. لنشهد بعدها ضغطا كبيرا لأبمكن من الوصول إلى مرمى بوزياني قبل 5 دقائق من نهاية المباراة عن طريق المهاجم يعلوي. وكاد يعلوي أن يضيف الثالث لولا براعة الحارس بوزياني. الساخ ياخذ الكره من هناك على الجهه اليسرى، يوزعها ارضيه صعبه لصالح فريق شبيبه. يعلوي، با با با، جول! الضربه القاضيه من يعلوي، جول! يا له من هدف، يا له من هدف لصالح فريق شبيبة الجزائر عن طريق علاوي بامتياز وببراعة.